في خبر آخر ومرتبط بالسلفية وبخصوص المؤتمر الثاني لأنصار الشريعة اللي باش يقع عقده في مدينة القيروان نهار 19 مايو. أكد رشد الغنوشي زعيم حركة النهضة أن الحكومة باش تطبق القانون إذا أنصار الشريعة ما طلبوش ترخيص لإقامة اجتماعهم المزمع تنظيمه، مبين أن العمل تحت القانون مش ذل ولا احتقار، ودعا في السياق هذا الحكومة والدولة إلى العدل في مثل المسائل هذه. الغنوشي وجه نصيحة على الصفحة الرسمية للحزب عدم المواجهة بالناس للدولة وأكد على حفظ الشباب.